شاركنا في المقلب الكوافير جان، هو كوافير لذيذ جدا والزبونة عنده ملكة ما يقدرش يزعلها أبدا حتى لو كان على حساب الموظفين اللي عنده. ما تسلى شعرتها يا ناجي وينك؟ ناجي؟ نعم وينك؟ ما قلت لك حضر لها رين؟ شو جاية لخمس دقايق قاعدة؟ شو معقولة هيك؟ منه طريقة شغل هيدي؟ مش هيك بيشتغلوا العالم؟ تفضل معي لجوا شوي معروف، تعال هون. هيدا مش شغل هيدي مش طريقة شغل، مش شغل على شي بلا معنى. ليه؟ ما بعرف. حتى اللي قلت لي ما انشغل. ما تدافش، مش حكي هيدا، مش طريقة شغل هيدي. خليك ليش طريقة شغل؟ لا مو طريقة شغل هيدي، لا بخلي ما بحكي. ما تدافش ما تدافش اللي ما قال لي ايدك. ما قال لي ايدك. ما قال مايا وين؟ إلا تنزل. مش حكي. في سيستم ما حدا تمشي عليه. شو بك؟ تروح كل شيء بإيدك بتحضرها. تنسى كل شيء. جان؟ ما عليك دخل بليز. جان افتح لي أنا ريم. افتح لي. ريم عملي معروف يلا جاي لعندك خمس دقايق بس. اوكي هيدا مش طريقه شغل جاي جربك هيدا مش حكي بعرفكم انا بعرفكم لازم بدي دفي بدي دفي وطي صوتك عم تحكي معي جام وطي صوتك عم تحكي معي جام مش حكي هيدا مش حديث ما بيفتح مش هيك قفل عملوا بهذا المحل في زبونه قاعده لها خمس دقائق ناطره جام بليز ليك بفل هيدا مش حكي هيدا مش طريقه وطي صوتك ما تدفش هيدا ما تدفش مش هيك بيشتغلوا صراحه مبتهنا بهيدا يا جام هلا فل ما ترفع عينك علي هلا خلصنا بقى ما ترفع عينك علي جام بليز ما بدي هالقد ليه معصب هالقد والمفتاح جام اعطيني المفتاح او فل على البيت ناجي شو عدرش ناجي بليز رد اقرب ناجي 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 بليز افتح لي ناجي ناجي ما بيستاهل يجي يفتح لي ناجي كان في شيء بركي غايب عن الوعي شفتي انت ناجي انا ما شفته ما سمح حس ناجي ما سمح حس ناجي ما طلعنا على الباب ما كان بقى له روح وقف هونيك مش هلا تاني من في شيء هو واسع لجوا هيدا جوا ما في شيء هون دغري هون ما في شيء بقى في غراض هون بالنص الطريق ناجي لازم يكون هون ورا الباب هون ناجي جان اعطيني المفتاح بليز اذا بدك اياني كمل شعراته وما اعطيني المفتاح جان مش معقول ناجي صدقني شو بدها دق منين شو مستحي من الرين مش طالع صوته اعطيني المفتاح مفتوح ناجي